ضمن المساعي التي تبذلها منظمات المجتمع المدني للتخفيف من وطأة البطالة في صفوف الشباب بحضرموت، اختتمت مؤسسة نهد التنموية برنامجها التدريبي للشباب مهنتي، والذي سعت من خلاله وعلى مدى شهر كامل في تأهيل 30 شابا على كيفية التعامل مع منظومة الطاقة الشمسية ومعالجة مشاكلها، حيث يأمل القائمون على البرنامج التدريبي الذي نفذته أكاديمية حضرموت للاختراع في أن يسهموا في رفض السوق المحلية بكوادر متخصصة ومهيئة بشكل جيد للتعامل مع نظم الطاقة الشمسية التي باتت اليوم أحد أهم الخيارات التي يلجأ إليها اليمنيون كبديل لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي. هذا البرنامج خصص أن يدربهم، لكن هي بداية الانطلاقة، لأن يمكن أن يفتحوا شركات لتوريد وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، أيضا يمكن يكونوا مشاركين مع بعض الشركات بسبب الخبرة التي اكتسبوها في هذه الدورة، بأن يكونوا مشاركين في عمليات التركيب والصيانة أيضا لأنظمة الطاقة الشمسية في الساحل وفي الوادي. قمنا في هذه الدورة بربط العديد من المنظومات، وقد قمنا باستفادة كبيرة في هذه الدورة على أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية وأنظمة الضخ بواسطة الطاقة الشمسية. ويأتي هذا البرنامج الأول من نوعه بالتزامن مع ما أشارت إليه بعض التقارير من أن اليمن حققت المرتبة الثالثة كأكبر مستورد في العالم لألواح الطاقة الشمسية، نتيجة لتوقف محطات الكهرباء الحكومية بسبب الظروف والأحداث التي تمر بها البلاد. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.